الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، يقول الله تعالى في سورة لقمان في وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. فها هنا الإشارة إلى أصل عظيم في من أصول التربية، ألا وهو التعليم على الإصلاح، إصلاح النفس وغيرها، وتحسيس المربى والمتربي بروح المسؤولية في أن يكون صالحا في نفسه ومصلحا لغيره، لا أن يتنصل من المسؤولية ومن الإصلاح. فإن المطلوب ليس الصلاح فقط، بل الصلاح والإصلاح، ومن يقتصر على الصلاح دون الإصلاح فلم يكن قد قدم الذي يجب عليه إلا عند العذر والعجز وعدم الإمكان، كما قال تبارك وتعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال تبارك وتعالى وقال جل وعلا: وإذ قالت طائفة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فيجب الأمر والنهي تقديما للعذر والمعذرة إلى الله، فمن استجاب فذاك، ومن لم يستجب فيكون المسلم قد برأ ذمته أمام الله. فإذا لا بد من أن نحرص في التعليم والتربية على هذين الأصلين: تعليم الولد في الصلاح في نفسه والإصلاح لغيره. متى ما رأى من يفسد أو من يترك الواجب فإنه يلزمه أن ينصح وأن يعلم بالرفق، كما قال تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هنا هذه الآية شملت أصول الدعوة كلها. قال جل وعلا في الآية الأخرى: جزاك الله خير، بارك الله جزاك الله خير، جزا الله خيرا هذا الذي يصل الهدية، بارك الله فيه. يعني يقول انها يشكر من يبذل جهد في المسجد هذا
في قيام المسجد، وأنا أيضا بدوري أشكرهم جزاهم الله خير إخواننا الأعضاء وبارك الله فيهم، ثمن الله جهودهم، وأسأل الله تعالى أن يجزي الأخ الكريم الذي جاء بنا هذه المبادرة خير الجزاء. وكما تقدم بالشكر والتقدير، فنسأل الله تعالى أن يعطيه ما تمناه ويزيده أكثر وقت، جزاه الله خير الجزاء وبارك الله. المصحف هذا ما يتقسمش، هذا أنا عندي، معليش تسمحوا لي. من الفوائد الفقهية قال: إذا كنت في جماعة وجا وعطاوك حاجة تديها أنت ولا تخصمها. قال: إذا كنت في جماعة، الفقهاء يقولون، نحن نكرر كلام الفقهاء ليس عندنا شيء، يقول الفقهاء كما تقولون أنتم قسم، يقتسمون إلا إذا خص بها دون غيره، وهذا المصحف يأخذه واحد وهو من استلمه إن شاء الله. فإذا نعود إلى الأصل، الآية قال جل وعلا: وأمر أهلك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. هذا أمر مهم جدا يا إخوة، لا بد أن نعلم الأولاد هذا، يعني ولو من الصغر، ولا بد أن ننتبه للأولاد، لأنه فيهم ملامح ولكن قد لا ننتبه نحن إليها، ولكن ينبغي أن ننتبه للملامح التي تدل على تفوق الولد أو على إقدامه أو على بروزه، يعني كما يذكر أهل التربية وأهل العلم أيضا، يعني في الأولاد، يعني لما يكون جماعة الأولاد يريدون أن يلعبوا، يجي واحد فيجد أن الفريقان قد يعني اصطفى، تميز الفريق، ماذا يقول؟ بعض الأولاد يعني هو ممكن لا يشعر بهذه هذا الشيء الذي فيه، لكن الذي يتابع يشعر، يجي الولد وهو لا يشعر، واش يقول؟ شكون يلعب معي؟ يقول شكون يلعب معي؟ يولوا الفريقان يتنازعان، هو جا الاخر، هو الاصل ما يلعبش كاع، يعني راه في الـ يعوض في الاحتياط، ويا ربي اذا كان صحته، اذا عيرك شي واحد او يدخل، لكن هو يجي يختصر، يجي متاخر بالك 10 دقائق ولا نص ساعه، يقول شكون يلعب معي؟ يقولوا كاع يتنازعوا، يجوا عندي. هذا فيه ملمح قوي جدا، فان الانسان هذا او هذا الولد مقدام، طموح، يعني له ميزه التحصيل، له اشياء كثيره، فالولد ينبغي ان يقتنص منه هذا، فاذا يربى على الصلاح والاصلاح. قال: واصبر على ما اصابك، يعني لا بد ان تصبر، لان كل من يدعو الى الله سيلقى الاذى، ولهذا قال تبارك وتعالى في سوره الانسان: انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا. قال العلماء: إنزال القرآن نعمة من الله على النبي عليه الصلاة والسلام، فكأن الذي يأتي بعد هو ماذا؟ فاشكر لربك، اشكر الله تعالى على هذه النعمة، لكن الله تعالى قال: فاصبر لحكم ربك. فما من أحد يؤتى القرآن ويدعو إليه ويقوم بالدعوة إلا ويأتيه الأذى، فيلزمه أن يصبر، ولهذا قال: أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر. إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فإن الأذى سيلحقك دائما وأبدا، فيلزم أن تصبر. وهنا يتميز من تكون دعوته لله أو لا، أو لنفسه، يعني مجرد أن يؤذى يتوقف ويقطع الطريق وينقطع، هذا لا يصبر. إذا كنت تدعو إلى الله فالدعوة باقية وسبيلها باقي
باق، والله جل وعلا الآخر الذي ليس قبله، الذي ليس بعده شيء. فما الذي يقطعك عن هذه الدعوة؟ مجرد أن أذاك فلان أو سبك أو شتمك أو تكلم فيك أو اغتابك أو نم عليك أو لك، هذا مما يقدح في الإخلاص. فلا بد إذن أن الإنسان في دعوته أن يصبر، وكل مسلم يدعو إلى الله بحسب ما أوتي، بحسب ما أوتي. ولا يخفاكم ما جاء في سورة ياسين، قال جل وعلا: وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. فبعث رسولين، قال: وعززنا بثالث، ثلاث رسل. طيب الذي جاء، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال: يا قوم اتبعوا المرسلين. يعني هذا ما هو من الرسل، لكن كان له كلمة دعوة ودعا إلى الله سبحانه وتعالى. فالدعوة تكون من كل مسلم ومسلمة بقدر ما عنده، لا يقف ما ليس له به علم، لا يقولش أشياء لا يعلمها أو يقول بجهل، ولكن ما تعلمه وما يعرفه ينصح، أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر. فلا بد للأولياء من متابعة الأبناء الأولاد ذكورا وإناثا، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على الصبر. وقلت لا بد من أن يتعلم ما هو المعروف ليأمر به، وما هو المنكر لينهى عنه، وأن يتعلم كيف يدعو الناس: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الآية هذه جمعت أصناف الناس، يعني من الناس من هو لين تقول له جائز فيفعل، واجب يفعل، مستحب ويفعل، حرام يترك، هذا بالحكمة. الموعظة الحسنة للذي تنازعه نفسه ويريد أن يجادل فتعظه، الوعظ الوعظ وعظ كما قال أصحاب الغريب، الوعظ هو التخويف من سوء العاقبة فيعظه، وجادل بالتي أحسن الذي يناقش، يريد أن يناقش وأن يعني يرد ما علمته، فهذا تجادله لكن بالتي أحسن. ما هي بالتي أحسن؟ تذكر الدليل، قال هذا شيء واجب، لأن الله تعالى قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفتى بذلك العلماء، أو هذا حرام بدليل كذا وكذا. إذا صار يماري ويجادل ويعاند فهنا تتركه، لا تبقى معه ولا تبقى ما في أخذ ورد، لأنه ينتهي الحال إلى الخصام، إلى الخصام والنزاع، وهذا غير مطلوب في الشرع، هذا غير مطلوب. من تعلم العلم ليماري به العلماء ويجادل به السفهاء فالنار النار، كما جاء في الحديث: فالنار النار. فإذا هذا سبيل الدعوة، الأمر والنهي، ويكون بماذا؟ بالرفق، بعلم وحلم، العلم والحلم والصبر، ويكون أمرك بالمعروف بالمعروف ليس بمنكر، ويكون نهيك عن المنكر بالمعروف وليس بمنكر آخر أعظم، وليس بمنكر آخر وأعظم. فمتى رأيت أن الأمر قد يتفاقم ويترتب عليه منكر أعظم فإنك ماذا؟ تنتهي وتتوقف ولا تزيد. النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء صحيح مسلم وغيره، علي رضي الله عنه يحكي ويذكر أنه كان يجهز جهاز زوجته فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قد أعد ناقتين كوماوين سمينتين، وخرج مع يهودي إلى السوق ليطلب شيئا يشتريه، قال ورجع، ثم رجع فإذا بأحد يخبره أن فلانا قد بقر الناقتين، يعني شق بطنهما. قال: فرجعت فجئت فإذا بالناقتين قد بقر بطنهما، وإذا برجل شرب خمرا فطفح
وكانت الخمر لم تحرم بعد. حمزة بن أبي طالب رضي الله عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي عليه الصلاة والسلام، فرجع علي قال: فلم أملك دمع ماء عيني، ورجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته. فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وجاء معه ودخل عليهم، وإذا بهم قد شربوا خمرا ولم تكن قد حرمت، ونظر إليهم وقال: ما هذا يا عم؟ قال فصعد في النظر، يعني شاف من تحت، قال فصعد في النظر وقال: هل أنتم، ما أنتم إلا عبيد لأبي؟ هل أنتم إلا عبيد لأبي؟ قال وجه الشاهد. فتقهقر النبي صلى الله عليه وسلم، أرجع من وراء ورح وذهب عليه الصلاة والسلام. فإذا كنت تأمر أو تنهى لابد أن تزن، إذا كنت تأمر بالمعروف من أجل أن تحدث المنكر ما يجوز، أو تنهى عن المنكر فيترتب منكر أعظم، هذا غير مشروع. والأمر والنهي يكون باللطف، بالعلم، بالحلم، بالصبر على الأذى. أنت لا تنظر، لا تنتظر ممن تأمره أو تنهاه أن يقول لك سمعا وطاعة وبارك الله فيك. قد تسمع هذا وقد تسمع غير هذا، قد تسمع غير هذا، قد تسمع العجب. النبي عليه الصلاة والسلام كما في سيرته يقول: يقول لا إله إلا الله تفلح، وكفار قريش قد وكلوا أحدا يتابعه من خلفه يقول: لا تسمعوا له، إنما هو صابئ، إنما هو ساحر، إنما هو شاعر، إنما هو مجنون. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الكلمة واحد خلفه يعني يتبعه ويقول للناس: لا تسمعوا له، وهو صابر عليه الصلاة والسلام، وهو صابر. فإذا تأمر وتنهى لكن مع الصبر، إذا رأيت من نفسك أن لا تصبر فلا بد أن تتعلم الصبر، ليس لا تأمر ولا تنهى لكن لا بد أن تصبر. هذه وصية مهمة جدا: يا بني أقم الصلاة، أصلح نفسك، وأمر بالمعروف عن المنكر، وأصلح غيرك، وكن صابرا، وبهذا يكون الصلاح ساريا في المجتمع. لا أطيل حتى نتم الوصية اليوم إن شاء الله تعالى. قال واقصد في مشيك، قال ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. إن ذلك أي هذا الذي ذكرت، إقام الصلاة، الأمر المعروف، النهي عن المنكر، الصبر، هذا من عزائم الأمور. والعزم هو الحزم والشدة والقوة، فهذا من الأمور العظيمة القوية الجليلة، من عزم الأمور، من الأمور التي هي لأهل العزائم، أصحاب الحزم والقوة، وأصحاب الهمم العالية والقمم السامية. ولا تصعر خدك للناس، ها؟ أصل الصعر، الصعر أصله داء مرض يصيب أعناق الإبل فتلوي أعناقها وتلتفت، هذا أصله في اللغة. ولا تصعر أي لا تعرض بوجهك متكبرا إذا كلمك الناس، ولا تصعر خدك للناس، يتكلم معك وأنت متلتف معرضا كأنه غير موجود، تكبرا، ها، تكبرا. هذا قد تفعل أحيانا، ليس هذا هي التكبر وإنما الزجر، الزجر للذي يحتاج أن يؤدب. قال عليه الصلاة والسلام، قال في الحديث: فإذا بالرجل متعلق برحل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله، إنما كنا نخوض وننام، لا يزيده صلى الله عليه وسلم عن قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لا يلتفت إليه، لا يلتفت إليه وهو يتكلم، بل إنه كما جاء بعض الروايات: وإن الحصى لتدمي قدميه، يعني الحصى تضرب رجله حتى أدمته، وهو متعلق بدابة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول: هذا الذي قلناه من الاستهزاء بالدين والقرآن، كنا فقط نتمازح. هذا ليس محل المزح، لا تمزح،
ولا تسخر ولا تهزأ بأمور الدين، هذا غير جائز، حرام، هذا كفر. قال ولئن سألت، قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، يعني أثبت لهم الإيمان وفعلهم ذلك أوقعهم في الكفر، قد كفرتم بعد إيمانكم. إن نعفو عن طائفة منكم، يعني إذا عفى الله عن طائفة لأنهم لم يكونوا أهل قصد وإنما جروا معهم جرا، نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. إذن ولا تصعد خدك، لا تتكبر، لا تعرض. أما إذا كان تعرض على الإنسان لأنه يجاهر بالمعصية من باب التأديب هذه شيء آخر. ولا تصعد خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، المرح البطر والتكبر والتبختر والتعالي، كما قال جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. لا يجوز التبختر والتعالي. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء حديث ابن عمر في الصحيح: بينما رجل يمشي متبخترا في ثيابه إذ خسف به، إذ خسف، خسف الله عز وجل به. فلا يجوز التبختر والترفع والتعالي والتكبر، هذا حرام. الكبرياء خاصة بالله والجبروت خاص بالله. قال تبارك وتعالى في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. ولا تصعر خدك للناس، كل الناس أيا كان، إذا جاءك تلقى بالبشاشة وطلاقة الوجه والابتسامة وتسعى في حاجته، يقول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من كان في عون أخيه كان الله في عونه، من يسر على مسلم يسر الله عليه، من نفس على مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عليه كربة من كرب يوم القيامة، وهكذا. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله، إنك أي إن الله لا يحب كل مختال فخور. إن الله لا يحب كل مختال، الاختيال التكبر والترفع، كل مختال فخور يفخر على الناس، أوتي مالا، أوتي علما، أوتي جاها، أوتي سلطانا، أوتي جمالا، أوتي قوة، أوتي بسطة في العلم والجسم، أوتي قبولا، لا يترفع، لا يفخر، الفخر لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا فيقول: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، ولا فخر، يعني يقول: أنا أقول لكم هذا ليس فخرا وإنما تعليما، لأنه يعني كيف نعلم أنه هو أفضل الأنبياء والرسل لو لم يقلها؟ كيف نعلم؟ هل ممكن نعلم؟ ما يمكن نعلم أن أفضل الأنبياء والرسل أولو العزم خمسة مذكورين في القرآن، لكن أيهم أفضل؟ ها؟ هذا وحي أوحاه الله للنبي، قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وهذا الذي أقوله ليس تفاخرا ولا فخرا وإنما وحي أوحاه الله إليه فعلمناه، علمناه عليه الصلاة والسلام. إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك، امشي مشية القصد التوسط، لا سريع ولا بطيء، لا إظهار الخمول والكسل ولا إظهار الترفع والعلو، وسط. واقصد القصد، مطلوب القصد وهو التوسط والاعتدال، الوسطية. شوف الشريعة تأمر بالقصد حتى في المشية، حتى في المشية. هذا الناس اللي رامي يحكوا الشريعة الإسلام التطرف والغلو، وإحنا حكمنا واحد الخوف غير اللي يحكم هذاك الميكرو في الأمم والإرهاب، وننادي بالإرهاب، يا ربك شيء إرهابي أنت مسلم، يعني كل مسلم ولا إرهابي، كل مسلم إرهابي، ما هذا الخوف هذا؟ شريعتنا كلها وسطية حتى في المشي، وأقصد في المشي، لا تطير لا تنزل، واحد واحد، بين بين، لا علو ولا ترفع ولا خمول وانبطاح،
مشية مقتصدة، المشية، القول، اللباس، الحركات، الهيئات، الأفعال، العبادات، التعبدات، الطاعات، المعاملات. وإن تيسرت وتساهلت فلك مطلوب وهو أفضل. وأقصد في مشيك، القصد الوسطية في المشي في كل الهيئات وفي كل الأحوال، والقصد مطلوب وهو صفة هذه الأمة إلا من غير. ربنا قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: عدلا خيارا. هذه الأمة متوسطة وصفتها الوسطية، ودينها دين الوسطية. لا يعلمنا هؤلاء الكفار ديننا ويقولون نريد إسلام الوسطية، هذا لا يعلمنا هؤلاء. ديننا نعرفه، ديننا أصلا هو دين الوسطية. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، قال: تعال يا فضل أرقط لي حصيات مثل حصيات الخلف، وإياكم والغلو. حتى في الحجر الصغير اللي يرجم به رمي الجمار في الحج، صلى الله تعالى يسر لنا الحج العام، هذا رمي الجمار. فبين النبي صلى الله عليه وسلم يمشي نازل من مزدلفة إلى منى، وقد ارتدف معه ابن عمه الفضل، قال: تعال ألقط لي حصيات مثل حصيات الخد، يعني فوق حبة الحمص ودون حبة الفوز، حجارة صغيرة. وإياكم والغلو، احذروا التطرف واحذروا الغلو. هذا ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام في كل أمورنا وشؤوننا. فالشريعة والإسلام دين الوسطية، ما عندنا حرام الغلو وحرام التطرف وحرام الإفراط، ولكن فيه المقابل أيضا، لا غلو ولا إجحاف، لا إفراط ولا تفريط، لا تشدد ولا ترك وتسيب. يعني واحد يقول أنتم متشددون كذا، وبعض يعني قد يكون هذا في بعضهم، تشدد المرأة، تشدد في المرأة يعني أن يمنعها ما أباحه الله لها. طيب إذا نقول لا تتشدد، إيش ما تتشدد؟ لا تروح تعوم بالثياب البحر في البحر، هذا هو، هذه الوسطية الإسلام. تحضر حفل غناء ورقص مع الرجال، ترقص مع الرجال، هذه وسطية، هذه وسطية، هذه ما هي وسطية، هذه تفلت. إذا لا طرف ولا طرف آخر، لكن وسط، لا غلو ولا إجحاف، لا شدة ولا تسيب وتعدي حدود الله. واقصد في مشيك، تفضل. واغضض من صوتك، الغض الترك، غض أي ترك، وهد وقلل. واغضض من صوتك، يعني لا ترفع، لا ترفع صوتك ولا تجهر. إن أنكر الأصوات صوت الحي، حتى قال العلماء: لو كان في رفع الصوت طيب، شيء طيب، ما جعله الله للحمير. إن أنكر أصوات صوت الحمير. إن شاء الله نتم بعد العشاء شيء يسير. بقي شيء من هذه الآية إن شاء الله تعالى نأخذه غدا بإذن الله مع تلخيص الفوائد منها إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى يوفقنا لذلك. يقول نجيب عن أسئلة، يعني اتصال: إذا كان المأموم راكعا وانتقض وضوءه، هل يسلم راكعا ويخرج أم يخرج دون سلام؟ يخرج دون سلام، يخرج دون سلام. لو تقدم نصيحة فيما يخص الوسواس القهري، فإن هناك من يعاني به. شوف
مرض الوسواس حله عند صاحبه، ما يوجد حل آخر. قد يكون من يعينك، لكن الذي يصيب الوسواس حله في يده. النبي عليه الصلاة والسلام قال فلينتهي. شوف كل الأحاديث التي جاءت تتعلق بصاحب الوسواس. قال يا رسول الله إن أحدنا لا يجد في نفسه ما يتمنى أن يرمى من شائق ولا يتكلم به. قال أوجدتم ذلك؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. قال عليه الصلاة والسلام يأتي الشيطان فيقول من خلق كذا، من خلق الله، فمن وجد ذلك فلينتهي حبس. وفي رواية قال فليستعيذ بها، فليقول لا إله إلا الله، فليقول لا إله إلا الله، فليتعوذ بالله ولينتهي. إذا ما تفعل تنتهي، توقف، لا تسترسل في الوسواس. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل لا إله إلا الله، أشغل نفسك بأشياء. إذا كثر عليك الوسواس قل له نعم. قال ما توضيش، قل له ما توضيش. قال ما كبرش، قل له يعني هذا الحديث نفس، قل له معليش ما كبرش، أنت صلي بلا تكبير وبلا وضوء. وجاي يقول لك يا ودي أنت راك تسب الله. تمام، يعني بعضهم قد يدخل في وسواس عجيب، يعني حالات جاءتنا عجيبة. يقول لي يا شيخ لكن أنا قلت كذا، قل له قلتها، قل لي لا ما قلت، خلاص. هذا شيء في النفس، هذا يتضارب مع الشيطان. فإذا جاء قال قلت كذا، قل له معليش قلت كذا. الله تبارك وتعالى لا يؤاخذنا بحديث النفس. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فالحل هو هذا. يقول بعضهم يمنع أبناءه في المسجد من المبادرة في أعمال داخل المسجد ولا تكون شاقة. أقول له يعمل أنش، إذا كان في أعمال في المسجد يتحملها الولد فالإنسان يترك أولاده يعينه، وله الأجر ولهم الأجر. هل يجوز شراء والله ما الكلمة هذه الحزة ولا إيش، الأغراض المستعملة، ها اسمه الحزة؟ قال بين قوسين الأغراض المستعملة. أقش مستعمل تشتريه جائز، ما حد إذا لم يكن مسروقا لا شك. هل يجوز إخراج زكاة الفطر نقدا؟ هذا قال به بعض العلماء، أفتى به الأحناف وقال به بعض متأخري المالكية نعم. ها؟ أو سيارة بارتنر بيضة، أي فيها سيارة بارتنر بيضة راهو قاطع الطريق على السيد، اوكي لما خلاش يدخل. راهو شد سد الباب، راهو سد الباب. انا شفت واحد خطر في صلاة العيد، جاء قال له عند الباب، خرج صلى العيد على كل حال فوق، خرج فوق السيارة. ما حكاوليش شفته انا. جيت داخل وش بك يا اخي؟ جيت يطلع غير من الطاقة غير من الباب. مخرج غير راسه، قلت له وش بك؟ قال لي شوف ايش. قلت له اطلع فوق السيارة وش عندك؟ اطلع فوق السيارة. لا طرق الباب على الناس ما يجوز، حق الطريق يا أخي، حق الطريق. ولو فاتك الصلاة فات الصلاة، ولو فات الصلاة فات الصلاة، لكن لا تضيق الناس. فالأخ لعله ما انتبهش، ممكن الباب ما يشبهنا ولا شيء، إذا ما انتبه يعني فاتنا البيضة جزاه الله خير. هل قلنا إخراج زكاة الفطر نقدا؟ قال بها بعض العلماء الأحناف متأخري المالكية يقولون بذلك، وبعضهم يقول للحاجة، وهي صحيح أنها تخرج طعاما والله أعلم. هل أستطيع أن أدعو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أنا إذا دعونا اللهم صلي هذا دعاء. أما إذا قلنا وصلى الله وسلم وبارك هذا ختم، لكن إذا قلنا اللهم صلي قلنا آمين، دعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. تفسير الآية في الواقع ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، وفي الموضع الثاني قال ثلة من الأولين و فالموضع الأول غير الموضع الثاني، الموضع الأول غير موضع أحد الموضعين باعتبار الأمم، والموضع الثاني باعتبار الأمة نفسها، يعني أولها وآخرها، وقيل غير ذلك. هل يجوز أن تخرج زكاة الفطر نقدا أو حبوبا؟ أجبت، توفي والد وفي مرضه وأثناء مرضه وعليه من أيام رمضان، تطعم عنه، تطعم عليه. هل تصل الصدقة للميت؟ نعم، قال أتصدق على أمي وقد ماتت؟
افتلتت؟ قال نعم. ما حكم سبغ الشعر للمرأة في رمضان؟ لا يفتر بالاتفاق، لا يفتر بالاتفاق، لكن سبغ الشعر جائز أو لا؟ من العلماء من يجزع الإطلاق سواء بالسواد أو غير السواد، ومنهم من قال تصبغ بغير السواد، ومنهم من قال تسبغ إذا أصابها الشيب، وهذا أقرب والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله أكبر الله أكبر. Yeah.